أعزائي الطلبة بعد هذا الفاصل القصير. أعزائي الطلبة تناولنا بالقسم الأول القسم الثاني موضوع الفصل الأول بشكل عام. المواد كثيرة مغناطيسية، إذا ثلاث أنواع من المواد المغناطيسية موجودة عندنا. المواد الدائرة المغناطيسية هي المواد التي تتنافر مع المغناطيس القوي تنافرا ضعيفا، هي المواد التي تتنافر مع المغناطيس القوي تنافرا ضعيفا، ومن أمثلتها الرصاص والقصدير والزنك إلى آخره من المواد. هذه بالنسبة للمواد الدائرة المغناطيسية. أما المواد البارامغناطيسية فراح تكون تعريف راح يكون عكس الدائرة المغناطيسية. البارامغناطيسية هي المواد التي تنجذب إلى المغناطيس القوي انجذابا ضعيفا، هي المواد التي تنجذب إلى المغناطيس القوي انجذابا ضعيفا، ومن أمثلتها التيتانيوم والأكسجين السائل والزجاج وغيرها من الأمثلة. هذا بالنسبة للدائرة المغناطيسية. والبارامغناطيسية تعاونها راح يكون مع المغناطيس القوي، يعني مو أي مغناطيس. أما بالنسبة إلى المواد الفيرومغناطيسية فهي المواد التي تنجذب إلى المغناطيس الاعتيادي، يعني المواد الفيرومغناطيسية تنجذب إلى أي مغناطيس اعتيادي من أمثلة الحديد والفولاذ والكوبالت وغيرها من المواد اللي تعتبر مواد فيرومغناطيسية. تفاعل على نعم وعليكم السلام. بلا طريقة الحاسب. إن شاء الله. بعد السؤال السؤال الأول بالمسائل. بعد. شكرا. I'm going to go to the next one.
أكون سبب